خير برسمي. منين بده يجي الخير؟ لك ما في خير بنوب يا دبور. وليش بقى؟ انت ليش قتلت لخجو بنت الحارس؟ نعم. لك ليش قتلتها؟ هلا هذا اللي طلع معك بالتحقيق. بدك تبعد شبه عن حالك مو هيك؟ شلون بقى برسمي؟ من هالشي يا فهمان. يا فهمان كتير طلبت مني افتح التحقيق بمقتل خجو، مشان اذا لبستك التهمة تعمل حالك بريء، لا مين شاف ولا مين دري. لك على مين؟ لك على مين؟ لك دبور؟ على همان يا فرعون؟ لك انا ابو رسمي وغيري؟ لا لا، انا بالعربي ما حدا بيقول لي لا، وبالفرنسي ما حدا بيقول لي نو. هيك ولا مو هيك؟ لا مو هيك سيدي. لا هيك ونص. ابو رسمي، انت شو اللي طلع معك بالتحقيق؟ شو العقيد؟ لك منين بتجيب هالسكنه؟ خل البيت طايتي، تقعد محلي وحاي بدالي. العمى بقلبك العمى، بالفعل وقع انت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا عم اقول لك هيك قول، ليش ما عم تفهم علي؟ يعني هيك طلع بالتحقيق مع ابو رسمي؟ ايه هيك طلع بالتحقيق، وانت ما عم تكذب. لازم الناس يعرفوا مين وهذا خطاب اللي شادين ظهرهم فيه. ايوه، مشان هيك اجا اخذوا الكركون من الحاره لكان. لك مشان شو؟ وانا عم اقول لحالي ليش مرحومه ما حكت من زمان؟ دارية كانت خايفه يقتلها. يلا السلام عليكم. ابو عدنان خلص شغلك وارجع لعندي. ايه امرك امرك. وهالحكي اللي عم تحكيه من جونك ولا في حدا دافشك علي؟ دبور من كوني، وانا هيك طلع معي بالتحقيق وما حدا دافشني عليك الله وكيلك. بس لو هالحكي اللي عم تحكيه مظبوط، كانت المرحومه من ساعتها قالت اني انا غريمه، وكنت سترت عليها وانتهت القصه. بس جيت انك تجي هلا بعد 15 سنه وتقول لي اني عم ستر على عملتي، بتكون غلطان انت ولي دافشه. لسه مين اللي حدا دافشني؟ ما حدا دافشني. شو يعني؟ يعني في واحد عمل هالعمله معها غيري، بس هي كانت حاسبت له حساب. منو ها؟ بس تحط عقلك براسك وتحقق منيح رح تعرف منو ها. يطلب محققين بالداخليه تكون شغلتهم هالشغله، لانه القصه بدها شويه عقل ولحسه ضمير وشويه دين. عيب عليك دبور. لك انا ابو رسمي وخيري؟ لا لا، انا اللي بعرفه اللي ما بعرفه بعرفه. اللي عم بقلبك معقول؟ لك انا ما بفهم بالتحقيق؟ لا ما بتفهم بالتحقيق، يا اما مو جاي على بالك تفهم، وبدك تلبس التهمه لمين ما كان. بس يكون بمعلومه، انا رح اقدم طلب للداخليه يجيبوا محقق بدالك يحقق بالقضيه من اول وجديد. يا اما رجع على عقلك وحط عقلك براسك وحقق مثل العالم والخلق، وصف مع الحق برسمي خاطرة. الله لا يوفق يا دبور. خير خطاب خير. الله يجعلك بخير. شو قد عم نسمعوا عنك بالحارة؟ شو عم تسمع عني يا بالصيد؟ عم يقولوا انه تهمينك فيها. ولحقت الناس تضرب التهمة؟ الناس اللي بتسمعه وبتقوله. صحيح بدي اقول لك، ابو نيزك عم يستناك بالحارة من مدة. التهي بحالك. صهرك ابو حديد. شبو لقوه مقتول. مقتول؟ هيك قال لي ابو ماضي، وقال لي خبرك مشان يكون عندك علم فيه. من تاني يوم خناقتكم بالحارة، عزات ناطور ابو حمدي شافه بالارض متصاوب وميت. عزات اللي شافه لك هو اللي دفنه بايديه. شو شو الخبر الثاني؟ الخبر الثاني انه اخته لابو ماضي صارت حرة من كتب الكتاب اللي كتب عليها على ابو حديد. شو معنات الحكي يا ابن ايزا؟ معنات الحكي ابو ماضي قال لي انه تروح تتجوز اخته. الله، شو شو ما عجبك الخبر؟ لا ما عجبني، ما عجبني ابنه. شبك طلع خلقان من هالكلام اللي قلته عن ابو ماضي؟ اني كلام يا ابو نيزة؟ يلي بده يصالح التاني ما بيغزل له خنجره على باب بيته. شلو؟
شبك عم تطلعي فيني هيك؟ هلا انا اذنبت الذنب الكبير لانه رجعت على الحارة؟ انا من وقت ما كنت هنيك وانا عم اقلك بلالنا هالرجعة لهون كان إلنا معارف وإلنا ناس بيحبونا وكنا مبسوطين، شو كان بدنا بهالجية لهون؟ شي صار يا ايمان، كانت الضحكة ما تفارق تمك، هلا ما عم شوف منك الا النكد والقهر. شان شو؟ شان فريزة اللي تجوزت؟ مشان الله لا تجيبي سيرتها على لسانك بلب. شفت انه لساتك عم تفكر فيها؟ انا ما عم فكر فيها لانه بحبها. لا بتحبها. لك اي والله مزبوط، هذا خنجر ولا ابماضي؟ اي نعم هذا خنجر اللي بده يصالحني، حاطط لي اياه مع كوشة شوارب على باب بيتي. في غلط خطاب، في غلط. غلط شو لك يا ابن ايزا؟ غلط شو؟ يعني قصدي في كف مغيب ابن ايزا، سكر على الموضوع. شو يعني خطاب؟ ابو ماضي دمه مهدور. يوكل الله، وكل الله. هو صحيح تبهدلنا قدام اهل الحارة شوي، بس اجت على خير يا ام فكري. ايه والله اجت على خير، الحمد لله الله جبر بخاطرنا وتلطف فينا وستر علينا. لا وكمان ست هند ما عاد بدي انا نخدم عند الناس ولا حتى عندها، ورح تعطينا خرجية كل شهر يا ابي. يا الله يطول بعمرها ست هند وينولها اللي ببالها يا رب. ايه والله يا نبي، هلأ من شوي وصلني خبر. عم تبكي علي لك نبيها؟ لا أخي لا، أنا عم ببكي على أولادي اللي راح أبون، ولي على أبكي عليك يا حديد، ولي على أبكي عليك يا سنية. بكرة بيسألوني وين راح أبي، وين راح أبي، من هلأ عم يسألوني وينه، من هلأ لك أخي، من هلأ. سعدية شو وين راح أخوكي؟ شو بعرفني يا عمو، بس والله محروق قلبي على نبيها أولادها. لك شلون قتلوه؟ أخوكي خطاب بيعرف يا عمو. شو بيعرف؟ قومي يا عمو، قومي روحي واسية لنبيها. خطي خطي يا عمو. هلأ بلش غلي يطلع منك ومن أختك يا دب. ما فهمت عليك يا دبور. أبو حديد لقوه مقتول ومدفون بأرض أبو حمدي. هذا الكلام اللي عم تحكيه خطير كتير، أنت منين وصلك الخبر؟ واحد زبون إجا لعندي على القهوة وحكالي وقال لي إنه أبو حمدي هو اللي قتله. شو عم تقول؟ لك هيك قال لي الزلمة، شو من كذبه؟ لكن شو رأيك يا روح أمك تصدقه؟ اجيب العناصر تبعك وشرف على أرض أبو حمدي وتأكد بذات نفسك ساعتها، يا بتصدقه يا بتكذبه. معلوم بدي اتأكد، لك عم تقعد تفرج عليك؟ عبدو! عبدو! مور سيدي جهز العناصر لك، قوم! حاضر سيدي. مثل ما عم قلها خطاب ما له حال يلعنك ليقتلها. يعني ما رضي صالحني؟ لا ما رضي، وعدت تقرب ناحو وعلى هالبيت هاد لبقى تجي يا ماضي. لك شلون بده يصالحك؟ شلون بده يصالحك وانت طلعت له خلق منك؟ انا؟ ايه لا، خنجرك معلق فيه شوارب على باب بيته. خنجري انا؟ لك ايه خنجرك. الله لا يوفقك يا عزات، الله شهيد علي يا ابن يزك مو انا. لك مين يا ماضي؟ مين؟ هذا هو ابرو سيدي، هون دفنته بايدي هدول. وليش ما خبرت الكلكون لعزال؟ بصراحه خفت يا سيدي. من مين خفتوا؟ لا خفت تتهموني فيه وميزعل منكم معلمي المختار ابو حمدي. وليش لا يزعل المختار ابو حمدي ما دامنا عم نحقق مين القاتل؟ مزبوط عم تحكي، بس هلا بالحاره الطاسه ضايعه وفيها مشاكل كتير، وابو حمدي يعني ما له حسنان يفكر بهيك موضوع، فقلت لحالي بين ما تعرفوا مين اللي قاتل بجوز تكوني بالحبس.
ولا عزاد؟ انت متأكد انه بحديد مدفون هون ولا واحد خير او لا؟ سيدي الله وكيلك دفنته بايدي، هدول هون هي ابرو. طيب انا ما رح ساوي شي هلا لحتى اشوف ابو حمدي، بس يا ويلك من صلام ليلك اذا بتعرف مين اللي قتل وما قلت لي عنه. ابدو امشي وراي لشوف.